السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله الأخوة الكرام في كل مكان. في هذا اليوم الأول من الشهر 12 أو ديسمبر، اليوم في أول يوم ثلج في بيلاروسيا. كما ترون الأجواء الحالية في بيلاروسيا، اليوم نزل أول ثلج في بيلاروسيا. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الأشياء اللي ممكن تحصل معك أنت بالثلج، وخاصة إذا أنت بتيجي أول مرة في بيلاروسيا أو في الدول اللي فيها ثلج. أشياء لازم تعملها في بيلاروسيا أو في الدولة اللي بتيجي فيها وفيها ثلج. أول شغلة حتى أنت ما يصير فيك مثل هذا الفيديو، لازم الحذاء يكون عندك حذاء مسامير حتى ما تقع وتتبهدل وتاكل هواء. هذا بالنسبة ليلك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، في بيلاروسيا وفي الدول اللي فيها ثلج لازم يغيروا إطارات السيارات. ليش لازم يغيروا إطارات السيارات؟ مثل ما انت شايف في هذا الفيديو، لأنه ممكن يصير معك مشاكل كثير، ممكن السيارة تزحلق، ممكن السيارة تخبط في صاحبتها وهكذا. هذا بالنسبة للسيارات. النقطة الثالثة اللي لازم تعملها في بيلاروسيا، لازم تكون لابس لك لبس شتوي، لأنه البرد هنا برد شديد جدا جدا، درجات الحرارة ممكن توصل 20 و30 تحت الصفر. لازم تلبس ألبسة زي العالم والناس، لازم تلبس ألبسة شتوية، لأنه البرد برد بضرب العظم بدخل داخل الجسم. فهذا النقطة أو هذه النقطة مهمة جدا جدا. ولازم تصحى بدري في بيلاروسيا. ليش لازم تصحى بدري؟ احذروا ليش. لازم تشوف الفيديو هذا عشان تعرف ايش. لازم تصحى قبل بعشر دقائق 20 دقيقة، حتى تلحق تنظف سيارتك، حتى تلحق تروح على الدوام، لانه اذا تأخرت راح تاخذ وقت معك في تنظيف السيارة مثل ما انتم شايفين. شكرا. مع انه احنا ما بنتحمل البرد 10 دقائق او 5 دقائق مشي، نشوف الموظفين اللي هنا اللي ورا هذا، شوفهم هذول الموظفين، تلقاهم من ساعات الصباح الباكر من الساعة 5 الصبح بيطلعوا بينظفوا الشوارع في عز البرد، في عز البرد. بس شوف كيف عجايز بالاعمار كبيرة وما شاء الله عليهم، واحنا مشكينا من برد من 5 دقائق. يا جماعة ما الذي يحصل؟ ممكن الناس متعودين طبعا، بس ما حدا بتعود على البرد مثل على الحر، ما حدا بتعود على الحر. 5 دقائق تتجمد يا جماعة. هذا النهر اللي انتم شايفينه قدامي، بعد فترة، بعد يعني اسبوع او اسبوعين او اسبوعين، لما الدنيا تكون كلها ثلج، بيصير كله ثلج وجليد، وممكن الناس تمشي تحرك عليه وكأنه لم يكن هنا نهر. هذه الاجواء الحالية، شوف كيف ما شاء الله الشمس.
مثل ما انتم شايفين انا تجمدت بالعشر دقائق اللي وقفتهم برا، الجو هنا برد طبعا في الثلج، وانا من مثل ما انتم شايفين ما شاء الله لابس لبس شتوي. بس هذا اللي حبيت احكي لكم اياه اليوم. اللي عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يراسلني على رقم الواتساب الظاهر عندكم على هذه الشاشه، او يترك تعليق في التعليقات وان شاء الله اقدر اجاوب عليه، واذا ما جاوبت عليه سامحني، يمكن ما يكونش عندي وقت ويمكن عندي ظرف ثاني. واللي ما اشترك بالقناه او اول مره بشوف القناه لازم يشترك فيها، لانه ان شاء الله اذا الفيديو هذا ما عجبه اللي بعده راح يعجبه. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.